نقول جمعة الغضب يوم 28 أول سجن هجومي، يعني أول سجن هجوم يوم 28 هو بدأ الهجوم 28 كان الساعة 12 بالليل، 12 بالليل أول سجن تم الهجوم عليه، بس الحمد لله عدى من السجون اللي لا فيه إصابة ولا حتى طوبة وقعت. وكان عندي كام؟ 18 ألف مسجون. حدش هرب؟ 18 لا، ولا مسجون اتخدش ولا طوبة وقعت، يعني من السجون اللي متأمنة صح. سجن كبير، سجن إمكانياته كبيرة، عندنا ورشة أساس، هتشوفوا الكافيتيريا، هتشوفوا المطبخ، هتشوفوا الفرن، هتشوفوا مصنع السجاد، هتشوفوا المستشفى على أحدث الطراز، يعني هتشوفوا هنا سجن إمكانيات، ناس هنا ملتزمة، ناس هنا مساجين حتى محترمة، يمكن عشان إدارة السجن بتعملها، عندنا التطوير هنا الإنساني متطور، سواء في التأهيل، التأهيل النفسي، والتأهيل التعليمي، والتأهيل النشاطي، والخدمات المقدمة ليك، والمعايشة والتواصل مع المسجون، والأمل هنا طبعا مبتدأ.com